يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أراد العبد أن يدعو في القنوت في الوتر، فهل يبدأ بالحمد والتمجيد أو يدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي؟ ما في شك، يدعو بما ورد، بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي، أو بما جاء عن عمر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك. هذا أيضا ورد أنه يبدأ به القنوت. نعم.